السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أهلا بكم أحبابنا الكرام، ومع مهارة جديدة من المهارات اللغوية، واليوم بمشيئة الله مع مهارة الكلام. افتح معي الكتاب صفحة 23. تحدثنا في اللقاء السابق عن مهارة الاستماع، وذكرنا تعريف مهارة الاستماع وأهمية الاستماع والمهارات الفرعية للاستماع وشروط الاستماع الجيد. اليوم بمشيئة الله نتكلم عن المهارة الثانية، مهارة الكلام. الكلام هو التعبير الشفهي أو التواصل الشفهي، ومهارة الكلام هي قدرة الإنسان على التعبير عما في نفسه شفهياً، والتواصل مع الناس بأسلوب صحيح سليم. ومهارة الكلام مرتبطة بمهارة الاستماع، فالطفل لا يستطيع الكلام والتواصل مع الناس ما لم يستمع جيدا، نعم، ويفهم ما يسمعه، ويتكون لديه رصيد لغوي سليم مرتب ومتفق مع مراحل نموه ومستوى ثقافته. قلنا أن اللغة الأم تنشأ عند الطفل مما يكتسبه في المجتمع الذي نشأ فيه. عندي أنواع للكلام، أنواع للكلام، يعني لا أقول أن الكلام يقتصر على المحادثة التي تحدث بين شخصين فقط أو على التعبير الشفهي، لا، عندنا مجموعة من أنواع الكلام. مثلا الكلام العادي الذي يجري بين شخصين، هذا كلام، نوع من أنواع الكلام. المناقشة أو المناظرة التي تحدث بين شخصين أو فريقين من الناس مثلا. المحاضرة، سواء كانت محاضرة في الفصل أم محاضرة عامة يلقيها شخص. الخطابة وإلقاء الكلمات في المناسبات العامة. قص القصص والحكايات والروايات. التعليقات والمداخلات وطرح الأسئلة في أثناء المحاضرات والندوات، كل هذه أنواع من أنواع الكلام. هل للكلام أهمية وفائدة؟ أكيد نعم، الكلام أهم ألوان النشاط اللغوي، يعني إذا ظل الإنسان يستمع ولم يستعمل هذا ما سمعه في الكلام فلا فائدة منه. يبقى إذن الكلام أهم ألوان النشاط اللغوي، فالطفل يمضي سنوات من عمره قبل أن يدخل إلى المدرسة ويتعلم القراءة والكتابة، لكن الإنسان يتكلم أكثر مما يكتب. إذن الكلام هو نتاج الثقافة اللي عنده والمسموع اللي سمعه. تتلخص أهمية الكلام أحبابنا الكرام في أنه أولا الوسيلة الأولى للتواصل مع الناس، نعم، يعني يصعب أن يكون التواصل بالكتابة مثلا، لكن التواصل بالكلام هو أسهل شيء وهي الوسيلة الأولى. مهارة الكلام هي الوسيلة الأولى للتواصل مع الناس ونقل الأفكار والمشاعر والأحاسيس. ثانيا يمنح المتحدث الثقة في نفسه ويقوي دوافعه إلى مزيد من تعلم اللغة. يعين المتحدث على تقويم لغته وتصحيح أخطائه. يؤكد معرفته بقواعد اللغة وقوانينها الاجتماعية. كذلك من أهمية الكلام يوسع مدارك الإنسان ويثري معجمه ويمنحه مزيدا من معاني الكلمة. هذه كلها كانت يعني فوائد للكلام، فوائد للكلام. ذكرنا في المرة الماضية مهارات فرعية للاستماع. طيب هل للكلام مهارات فرعية؟ نعم نعم، كل مهارة رئيسة لها مهارات فرعية. أولا تحديد أهداف الكلام بشكل واضح، هذه مهارة فرعية، لابد أن أحدد الهدف من الكلام الذي سأتكلمه سواء كان خطبة، محاضرة، شرح درس. الاستعداد والتحضير الجيد للكلام، المعلم، الخطيب، أيا كان الذي سيلقي الكلمة أو المحاضرة لابد أن يحضر لها تحضيرا جيدا. التعرف على المستمعين، خاطب الناس على قدر عقولهم. تكون المحاضرة أو الخطبة في مجتمع من الطلاب بخلاف أن تكون في مجتمع من العمال، فكل يخاطب على قدر عقله، خاطب الناس على قدر عقولهم.
يبقى التعرف على المستمعين ومعرفة اهتماماتهم ومستويات تفكيرهم، التأكد من مناسبة موضوع الكلام للمستمعين لكل مقام مقال. يعني مناسبة الزواج يكون فيها الكلام بخلاف مناسبة العزاء، بخلاف مناسبة الاجتماعات الخاصة بالعمل وهكذا. النطق السليم للأصوات، لابد للمتحدث سواء كان معلما خطيبا محاضرا في أي مكان لابد أن يعني يعتمد على النطق السليم للأصوات ومراعاة قوانين النبر والتنغيم، يعني لا يأتي الخطيب بصوت عال طوال الخطبة أو بصوت منخفض هادئ، لابد من التغيير والتنغيم في الصوت. مراعاة قواعد اللغة، لابد من رفع المرفوع ونصب المنصوب وجر المجرور، استعمال التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير. نعم، تنويع الجمل حسب الحاجة ما بين إثبات ونفي واستفهام وتعجب ونحو ذلك، استعمال الوسائل المعينة على توصيل المعنى للمستمعين أو شد انتباههم لأمر ما، ومنها إشارات اليدين، يعني تجد الخطيب يحرك في يديه أو المعلم أو المحاضر حركات العينين وتغيير النظر للجالسين مثلا، قسمات الوجه عند الإنذار غير عند البشارة، وهذا ما يسمى لغة الجسد، زي ما بنشوف كده في الإلقاء مثلا، لو أن شخصا يلقي قصيدة يلقيها بدون استعمال حركات الجسد أو لغة الجسد يعني تكون غير مؤثرة، أما أن يستعمل فيها الإنسان يديه وحركات وجهه والتعبير والتنغيم وعلو الصوت هذا يؤثر في ما يلقي. هذا كان يعني شرح بسيط وسريع لمهارة الكلام. المهارة الثانية مهارة الكلام، يبقى ذكرنا المهارة الأولى وهي أهم مهارة، الاستماع، يترتب عليها أو يرتبط بها ثانيا مهارة الكلام. تأتيني المهارة الثالثة وهي مهارة القراءة. مهارة القراءة، نعم، القراءة هي المهارة الثالثة من المهارات اللغوية، لكنها المهارة الثانية من مهارات الاستيعاب بعد فهم المسموع. نعم، والقراءة ليست مهارة آلية تقتصر على فك الرموز الصوتية للحروف فقط، وليست النطق الصحيح للكلمات، ولكنها إضافة إلى ذلك أنشطة بصرية وعصبية وذهنية معقدة، ومجموعة من المهارات المتكاملة تؤدي إلى فهم النص أو إلى فهم النص المقروء. عندي أنواع للقراءة، يعني القراءة كلها ليست يعني نوعا واحدا، بل عندي أنواع للقراءة. فعندي مثلا القراءة الجهرية، ها نعم، وهي القراءة مع تحريك الشفتين ورفع الصوت لإسماع الناس أو للتدرب مثلا على النطق السليم. عندي القراءة المكثفة تسمى القراءة العلمية، وهي قراءة يقصد بها تعليم الطلاب مفردات لغوية وتركيب نحوية زي ما بنستعملها عندنا في الفصول. عندي القراءة الصامتة وهي القراءة التي تهدف إلى فهم النص المقروء يعني باستعمال العيون فقط. عندي القراءة الموسعة، هذه القراءة تقابل القراءة المكثفة، يوجه الطلاب إلى ممارستها خارج المنهج المدرسي، زي ما نقول نذهب إلى المكتبات ونتوسع في عملية القراءة. عندي القراءة الحرة، هي القراءة التي يمارسها الإنسان في حياته اليومية برغبته الخاصة، أنا أحب الرياضة أقرأ عن الرياضة، أنا أحب الطب أحب الثقافة أحب التاريخ أحب الاجتماع أحب القراءة في موضوعات الدين، هذه قراءة حرة يعني ترتبط برغبة الشخص. هل للقراءة أهمية؟ نعم، يعني كل مهارة لها مكانة عظيمة عندنا في اللغة. القراءة هي إحدى وسائل المرء لتلقي اللغة واكتسابها، هو بدأ يكون لغته الأم من مكتسباته من خلال المجتمع، سماع في الأسرة وسماع في البيت وفي الحضانة وفي المدرسة، لكن القراءة عندما يكبر الإنسان هي إحدى الوسائل التي يتلقى بها الإنسان اللغة، يعني يستزيد بها لغته ويبني بها ثروته اللفظية. كان في القديم لما الإنسان يجي يقول أريد أن أقول الشعر فيذهب للكبار يعني يقولون احفظ شعرا كثيرا من أشعار السابقين حتى تعينك على اكتساب المفردات اللغوية الجديدة. طبعا يعني ديننا الإسلامي أول ما نزل فيه اقرأ،
سبحان الله العظيم، هي دعوة للعلم، دعوة للعلم. فكان أول ما بدأ به نزول الوحي سيدنا جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالقراءة يا إخوان يعني ذات أهمية كبيرة جدا. طيب، ويقول: وإذا كان الكلام مرتبطا بالاستماع فإن القراءة مرتبطة به الكتابة ارتباطا خاصا، فهي الوسيلة الأولى التي يتوصل بها المتعلم إلى اكتساب مهارة الكتابة. لا أستطيع أن أكتب إلا إذا تعلمت القراءة. نعم، قلنا أن الكلام مرتبط بالاستماع وكذلك الكتابة مرتبطة بالقراءة. كيف يستفيد الإنسان من القراءة؟ كي يستفيد الإنسان من القراءة في اكتساب اللغة السليمة يجب أن يقرأ نصوصا فصيحة، زي ما قلنا في الشعر كده، يجب أن يقرأ الإنسان ويحفظ أشعارا قديمة فصيحة تعينه على قول الشعر الفصيح واكتساب لغة مفردات لغوية جديدة. نعم، فلابد أن الإنسان يقرأ في النصوص الفصيحة، النصوص الفصيحة. نعم، فهي هذه تقوي لغته وثقافته. نفس المهارة لها مهارات فرعية. نعم، كما ذكرنا في الاستماع وفي الكلام في مهارة رئيسة وفي مهارات أيضا فرعية. طيب، إيش المهارات الفرعية عندي مثلا في القراءة؟ قراءة النص المكتوب، لابد أننا أفك الرموز المكتوبة وربط الكلمات بمعانيها في الذاكرة، الاستفادة من علامات ترقيم في الوصل والوقف والاستدلال بها. يا أستاذ، علامات الترقيم هذه في الكتابة؟ لا، وكذلك عند النطق. هل يعني أقرأ الجملة اللي فيها سؤال كالجملة العادية كجملة التعجب؟ لابد من الاستفادة من علامات الترقيم. درجة التثبيت البصري وهي تحريك العينين بطريقة تقدمية منتظمة وعدم الوقوف عند كل كلمة، لابد أن الوقف والوصل يعني يكون منضبط في القراءة. التمييز بين قراءة النصوص القصيرة والنصوص الطويلة، القراءة العلمية والقراءة للاستمتاع، قراءة القصة تختلف عن قراءة الموضوع العلمي، انتقاء الأفكار الرئيسة والمهمة، لابد وأنا بقرأ لابد أن أنا أستخرج أفكار رئيسة وأفكار ثانوية فرعية، التركيز وحضور الذهن والمحافظة على الفكرة الرئيسة، تخمين معاني الكلمات الجديدة من السياق، التذكر والربط، تذكر المعلومات السابقة وربطها بمعلومات النص المقروء، فهم المعنى العام، سرعة الوصول إلى المعلومات الخاصة التي يبحث عنها القارئ، القدرة على تفسير الأفكار، القدرة على التحليل والنقد والتقويم. وخاصة هذه نراها في موضوع القدرات عندنا، عندي قطعة استيعاب المقروء، لابد أن احنا نستفيد من المهارات الفرعية فيها، هي عملية قراءة النص والاستفادة منه. مثلا زي ما نقول انتقاء الأفكار الرئيسة، الأفكار الثانوية الجزئية، استخلاص للمعاني، نحتاج لهذه المهارات الفرعية عندنا في موضوع القدرات، خاصة في سؤال استيعاب المقروء. استيعاب المقروء يعتمد اعتماد كبير أحبابنا الكرام على فهم هذه المهارات الفرعية واستخدامها في عملية القدرات. إذن كان حديثنا اليوم عن مهارة الكلام وأهمية وأنواع الكلام وأهمية الكلام والمهارات الفرعية. أيضا ذكرنا اليوم أحبابنا الكرام مهارة القراءة، قلنا أن الكلام مرتبط بالاستماع وكذلك الكتابة مرتبطة بالقراءة. ذكرنا أنواع القراءة، قلنا القراءة الجهرية، القراءة الصامتة، القراءة المكثفة، القراءة الموسعة، القراءة الحرة، دي كانت أنواع القراءة. ذكرنا أهمية القراءة، ويعني نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أول شيء حفظناه وأول شيء تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هو قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالقراءة والعلم ذو أهمية بالغة في حياتنا أو في حياة المسلم. والقراءة أحبابنا يعني تعطي عمراً على عمر المتعلم أو القارئ. الإنسان المثقف دائماً، الإنسان القارئ المطلع الذي يوسع في ثقافته، لا يعتمد فقط على ما يتعلمه في المدارس والمناهج، تجد عقله أكبر من غيره. يعني لو عندي طالب في الصف الثالث الثانوي، طالب محب للقراءة والتوسع، تجد عقله كأنه أكبر من نفس الطالب اللي موجود معاه في المرحلة. ذكرنا المهارات الفرعية وقلنا كيف نستفيد من هذه المهارات في عملية القراءة، وخاصة زي ما قلنا في استيعاب
المقروء في موضوع القدرات. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونلقاكم في لقاء قريب مع المهارة الرابعة، مهارة الكتابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.